الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية عضة الحصان في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تفسير حلم عضة الحصان في المنام للإمام ابن سيرين رحمه الله. عند رؤية الحصان يعض شخصا في المنام إشارة على أنه سيقع في مشاكل وعقبات في حياته في المنام. تدل رؤية الحصان يعض الرائي علامة على وقوع في بعض الخلافات بينه وبين الآخرين وإن شخصا موثوق به سيغدر به، يعني في شخص هو بيثق فيه هيغدر به. يدل عضة الحصان لقدوم الرائي لقدم الرائي أو يده في المنام على عدم التوازن والاستقرار الذي يعيش فيه. عضة الحصان في اليد في المنام يشير إلى مواقف صعبة ومحرجة سيتعرض لها صاحب الرؤية في حياته، مما يتسبب له الآلام النفسي. عندما يرى الشخص بأن الحصان يعض قدمه في منامه تحذير من المشاكل النفسية والبدنية التي يتعرض لها، ويجب عليه الحذر حتى لا يتعرض للضرر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يبشر سماع صهيل الخيل في المنام بحصول الرائي على منصب كبير في عمله. عند سماع صوت صهيل الخيل في المنام دليل على الشأن الكبير الذي سوف يبلغ صاحب الرؤية في حياته. في المنام عند سميع صوت الخيل إشارة على السفر لكسب الرزق من الخارج، وسوف يجني أرباح كبيرة من ذلك السفر. عندما يسمع الشخص صوت صهيل الخيل في منامه دليل على حصول صاحب الرؤية على مكاسب وخيرات من رجل صاحب نفوذ وسلطة. تدل تقاليد صوت صهيل الخيل في المنام على شجاعة الرائي وإقدامه، والله أعلم. عندما يرى الشخص بأنه يطعم الخيل في منامه إشارة على أنه يسير بطريقة صحيحة وسلوك طيب في حياته. رؤية إطعام الخيل في المنام علامة على المحاولات الكبيرة للشخص للتطور المهارات الخاصة به وتقوية شخصيته وتطور نفسه، والله أعلم. إطعام الحصان في المنام دليل على نجاح الشخص في العمل والدراسة. يدل حلم الشخص أنه يطعم الخيل في المنام على التحسن والتطور في العلاقات الشخصية والاجتماعية والعاطفية لصاحب الرؤية. عند رؤية بإطعام الخيل في المنام دليل على أن الرائي بار بأهله ويؤدي المعروف لهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تنسوناش بقى يا اخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله خيرا. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، وأيضا لا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا حتى ينجينا الله وإياكم من عذاب القبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.